خليني أسأل حضرتك، الخط العريض في حياة كابتن مصطفى يونس كم مين؟ الخط العريض في حياتي بعد ابويا وامي الله يرحمهم، المنطقه اللي انا اتربيت فيها. انا شبراوي اصلا من عند كليه الزراعه، وهي دي صاحبه الفضل الاول والاخير في تشكيل حياتي. لما رحت النادي الاهلي قابلت راجل عظيم، يعني ما اعتقدش ان 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 يعني اتمنى ان انا الاقيه تاني، كابتن صالح سليم الله يرحمه. هذا الرجل شكل اكبر جزء في تاريخي وفي حياتي. هذا الرجل هو اللي علمني يعني ايه تحب النادي الاهلي. اول لقاء لحضرتك مع كابتن صالح سليم الله يرحمه، انا مش عايز اقول لك احساسي جوه ايه وانت بتسالني السؤال ده. ايوه، فانا كان شعري طويل قوي، يمكن اقصر من شعرك شويه. فانا واقف بتسرح، انا وش كده للملعب، واحنا عندنا هو بيجي من ناحيه الشمال كده من جوه النادي. فانا واقف بتفرج على التمرين، وكنت مخلص التمرين بقى وبتسرح وكده، لقيت مصطفى. انا عارف صوته. ايوه ايمان، انا لفيت له في ربع ساعه، ده كابتن صالح. لا مش قصه ان هو، قصه ان هو عارف اسمي، ان انا اسمي مصطفى. ايوه مصطفى، انا طبعا يعني هلع. ايوه يا كابتن، قال لي الله يرحمه، انا مش عايزه ابدا الحلقه يعني. لا اصل الراجل ده مختلف، مختلف عن اللي انت بتشوفيه، مختلف عن اللي انت بتعرفيه او الناس كلها تعرفه. كابتن صالح سليم، كابتن صالح سليم يعني اسمه ما اتوجدش كده من فراغ. المهم مصطفى طبعا انا جالي هلعه.